معنى أن نحيا ولا ندري بأن العشق قد يبقى سجينا في الخلايا. ما معنى أن نحيا ولا ندري بأن العشق قد يبقى سجين في الخلايا. ما معنى أن نشهد موات الأغنيات؟ ما معنى أن نشهد موات الأغنيات؟ ما معنى هذا الصمت الذي لا ينتهي لا ينتهي؟ وبرغم حوجتنا الصراخ وبرغم حوجتنا الصراخ يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي. هل يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي؟ وهل نودع بعضنا ونذهب في سراب الذكريات؟ كيف تبدو الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ كيف تبدو الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ من يعلم ذكرياتي كل أشكال التداعي؟ والرحيل المر دوما حين يصطدم المدى بالمآسي والمخاوف واحتضار في الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي. هل يختفي الظل الذي لا ينتمي إلا لمعرفتي وجهلي؟ وهل نودع بعضنا ونذهب في سراب الذكريات؟ كيف الذكريات؟ كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ كيف تبدو الذكريات؟
كيف يبدو طعم أيام الشجن؟ من يعلم ذكرياتي كل أشكال التداعي والرحيل المر دوما حين يصطدم المدى بالمآسي والمخاوف واحتضار الأمنيات. الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يضيق أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يضيق أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف الأغنيات. تعب هو البرق الذي لا يضيء أقبية الخفايا لا ينتمي للسحب والعشق الذي لا يرتوي إلا بطعمك يا عصيرا من خليط الدهشة الأولى واحتراف